انطلاقة الشوط الثالث، والشوط الثالث مخصص للقاية الجعادين المحليات العصايل لأبناء الغبايل. مباشرة نسير بكم مع مقدمتي هذا الشوط. أرى الآن اللي في المركز الأول معاند، في المركز الأول السيد محمد بن سليمان بن محمد الوهيبي على مقدمتي هذا الشوط. ننتقل إلى المركز الثاني، نشوف اللي في المركز الثاني في هذه اللحظات. ها هو الفيل السيد راشد بن محمد بن راشد الغفيلي، وفي المركز الثالث، المركز الثالث شمعدان للسيد سعيد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، وفي المركز الرابع، المركز الرابع أرى اللي في المركز الرابع في هذه اللحظات العابر للسيدين مع بن محمد بن جلدم الخيلي، وفي المركز الخامس، المركز الخامس صوغان للسيد محمد بن ثاني بن قطامي السويدي، وفي المركز السادس، المركز السادس ترى اللي في المركز السادس في هذه اللحظات متعب للسيد علي بن عبيد بن غدير الاجتبي، وفي المركز الثامن، المركز الثامن هنا شاهين للسيد محمد بن راشد بن علي بن مفتاح الشامسي، وفي المركز التاسع مشغل للسيد عتيج بن سيف بن حميدان الفلاسي، وفي المركز العاشر نشوف وناخذ اللي في المركز العاشر في هذه اللحظات. ها هو المركز العاشر، وصل هملول للسيد محمد بن سعيد بن عبيد الحميري. هذه النتيجة، ونرجع وإياكم أيها الحفل الكريم مشاهدينا الكرام إلى شمعدان. شمعدان وهو على مقدمة هذا الشوط بشعار المحنك سعيد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي على مقدمة هذا الشوط، وفي المركز الثاني عنيد السيد محمد بن سليمان اللي في المركز الثاني في هذه اللحظات، محمد بن سليمان بن محمد الوهيبي، وفي المركز الثالث، المركز الثالث يا سلام على المركز الثالث في هذه اللحظات، أرى الآن الشامي للسيد خالد بن يابر بن عبد الله. يا سلام يا سلام يا خالد يا بن يابر يا بن عبد الله مع الشامي على المركز الثالث، وفي المركز الرابع، المركز الرابع نشوف مشغل، مشغل يشتغل على المركز الرابع للسيد عتيج بن سيف بن حميدان الفلاسي، وفي المركز الخامس، المركز الخامس شاهين للسيد محمد بن رايد بن علي بن مفتاح الشامسي، وفي المركز السادس، المركز السادس اللي في المركز السادس هملول سيد محمد بن سعيد بن عبيد الحميري، وفي المركز السابع، المركز السابع نشوف اللي في المركز السابع للسيد غالب بن سعيد الوهيبي التل في المركز السابع، وفي المركز الثامن غزيلون للسيد عبد الله بن حميد بن زيد بن حميدان، وفي المركز الثامن، المركز الثامن ها هو اللي في المركز الثامن حشيم للسيد محمد بن سعيد بن سليم بن سعيد الاجتبي، وفي المركز التاسع، المركز التاسع العابل للسيدين مع بن محمد بن جلدم الخيلي، وفي المركز العاشر للسيد محمد بن حمد بن مصلح بن جمهور الحبابي مشاكس. يا سلام يا سلام على هذه النتيجة حتى هذه اللحظات. ونرجع إلى المقدمة، نرجع إلى مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا سلام الشامي، الشامي لكن أرى من الجانب الثاني التسلل في هذه اللحظات من صالح هملول للسيد محمد بن سعيد بن عبيد الحميري مع هملول إلى مقدمة هذا الشوط، وفي المركز الثاني هملول للسيد سعيد بن محمد بن مضحية العامري اللي في المركز الثاني، وفي المركز الثالث، المركز الثالث معاند للسيد محمد بن سليمان بن محمد الوهيبي. يا سلام المركز الرابع، المركز الرابع الشامي للسيد خالد بن يابر بن عبد الله. يا سلام يا ابو يابر يا سلام على دا الشامي اللي في المركز الرابع، بدأ يتسلل في هذه اللحظات ويغير ويندفع إلى إلى وين؟ إلى المركز الثالث، عينه على مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا سلام، شوفوا شوفوا هملول
للسيد سعيد بن محمد بن مضحية العامري على مقدمة هذا الشوط. يا سلام، المركز الثاني أيضا هملول للسيد محمد بن سعيد بن عبيد الحميري. وفي المركز الثالث، المركز الثالث الجماعة قادمين، الهجوم مكثف على المقدمة. يا سلام، العابر للسيد يمعة بن محمد بن تلثم الخيلي، بدأ يهجم، بدأ يغير، بدأ يندفع إلى المركز الثاني في هذه اللحظات. يا سلام يا سلام على هذا الأداء. ها هو تشاهدونه الآن، العابر بدأ يعبر، بدأ يعبر إلى مدرج رقم واحد وإلى المركز الأول. يا سلام يا العابر للسيد يمعة بن محمد بن تلثم الخيلي على مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على هذا الأداء. لكن هنا قعود بن مضحية، قعود بن مضحية أيضا عينه عينه على المقدمة. هملول للسيد سعيد بن محمد بن مضحية العامري. السلام يا سلام يا سلام على المركز الثاني. ولكن نرجع إلى المقدمة، نرجع إلى مقدمة هذا الشوط وإلى العابر. العابر بدأ يعبر، يبى يعبر إلى خط النهاية وإلى الفوز وناموسي هذا الشوط. يا سلام يا العابر، العابر اتجاه صحيح إلى خط النهاية وإلى المنصة الرئيسية. مرحب في المركز الثاني للسيد محمد بن راشد بن سالم بن حضيرم الاجتبي. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. نرجع إلى العابر، العابر لا زال عابر واتجاه اتجاه سليم واتجاه صحيح. نقول سلام سلام عليكم يا هل زاخر، تهانينا للسيد يمعة بن محمد بن جلثم الخيلي على. لكن أرى الهجوم الهجوم الهجوم، اللحظات الأخيرة اللحظات الأخيرة. شاهين للسيد محمد بن ناصر بن عبيد المري، تهانينا. المركز الثاني للسيد محمد بن يمعة بن جلثم الخيلي. المركز الثالث نحاب للسيد خليفة بن الضبيب بن سليمان الشامسي. ياهو شوط ياهو شوط، شاهدنا وتابعنا وشفنا في اللحظات الأخيرة في الأمتار الأخيرة. شاهين قدر أنه ينتزع المركز الأول للسيد محمد بن ناصر بن عبيد المري في زمن وقدره 7:54 من الثانية. تهانينا واسعد الله صباحكم يا أهل الدوحة. المركز الثاني العابر 7:54، 5 من الثانية. تهانينا للسيد يمعة بن محمد بن تلثم الخيلي، والذي وصل في المركز الثالث. ها هو المركز الثالث نهاب، 7:57.8. تهانينا للسيد خليفة بن الضبيب سليمان الشامسي. المركز الرابع اللي وصل في المركز الرابع، مرحب للسيد محمد بن راشد بن حضيرم الاجتبي. هذه النتيجة، تهانينا والناموس على هذا الأداء المتميز للقاية الجعادين المحليات الأصالة.